الكرة بشكل أكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف مساء الخير عليك. طمنا يا شريف آخر الأخبار بخصوص استعدادات النادي الأهلي مباراة اطلع بره. خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه والنصف وخمسه، ويمكن كان في محاضره يمكن حوالي خمس دقائق مع اللاعبين، طبعا اتكلم فيها الكابتن محمد يوسف عن مباراه اطلع بره وعن تركيزه الكامل في مباراه اطلع بره ونسيان نتيجه المباراه الاولى وتركيز فقط في المباراه، التركيز فقط في الفوز، تقديم عرض قوي مشرف لمصالحه جماهير النادي الاهلي. يمكن بعد هذه المحاضره السريعه يمكن كان في ارتباك بدنيه خفيفه وكان في فخر تخصص على الجول عشان اللعيبه تعرف تفنش الكور او تعرف تفنش الهجمات لاهداف، وبعد كده يعمل الان او شغال الان على تكتيك الخاص بالمباراه. انت عارف النهارده الاربعاء التمرين الرئيسي للمباراه يوم الجمعه، طبعا النهارده التمرين الرئيسي او التكتيك اللي هيشتغل بيه يوم المباراه من بكره، طبعا دي بتتحل خالص ويبقى التمرين بكره خفيف. خليني اقول لك ان النهارده ما اتمرنش رمضان صبحي، صالح جمعه، محمد هاني، كلهم في الجيم تاني مستمر على الجانب الاخر. هل بيعانوا من مشكله معينه يا شريف؟ لسه طبعا ما اتصحش طبعا من حسب الدكتور بعد دكتور حلمي هو بعد التمرين هسال الدكتور، ولكن يعني مش عاوز اقول توقع مني، بس الشكل عنده هيبقوا جاهزين للمباراه باذن الله، بس برضه هتاكد بعد انتهاء التمرين من الدكتور خالد محمود. تمام. خليني اقول لك ان الجلسات مستمره او تاهيلنا مستمر لمحمد محمود، سعد سمير، لمروان محسن اللي رجع، وتاهيل ما شاء الله كويسين جدا. يمكن يعني بطمن جمهور النادي الاهلي ان الشكل اللي ظهر عليه محمد محمود وسعد سمير شريف اكرامي النهارده، يمكن طارق سليمان خصص له فتره كبيره تمرين بالكرة ما شاء الله، واقف يعني لا خلاص بيتجه او نحو الشفاء خلاص، يعني يمكن بيتكلم في ايام وثاء الثلاثي في تمرين الاهلي بصفه منتظمه، الجلسات النفسيه او الجلسات المستمره على الكرة الكثيره بحقيقه، يمكن عقد جلسه مع اللاعب ايمن اشرف وعقد جلسه ايضا مع اللاعب رمضان صبحي. على الجانب الاخر تمرين الحراسه كابتن طارق سليمان، تمرين قويه جدا للشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد طارق، تمرين على الاروع ولا اجمل. يمكن زي ما قلت لك التكتيك شغال، بيتعلق فيه قفشه، بيتعلق فيه ديانج، بيتعلق فيه محمود وحيد، بيتعلق فيه احمد فتحي، وليد سليمان، لا يعني في تعلق كتير لفت النظر النهارده في التمرين. فبطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي خلاص، يعني كابتن محمد يوسف وكابتن عبد الحفيظ بدا يخرجوا اللعيبه من الحاله النفسيه السيئه اللي كانوا بيعيشوها في الايام الماضيه، باذن الله يظهروا بشكل كويس جدا في مباراه اطلع بره يوم الجمعه المقبله باذن الله، ويكونوا في حليف النادي الاهلي يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.